كل يوم هتشوفوا حكاية في حياته مغامرات وقضايا وفي كل يوم هتشوفوا حكاية عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها ولما سألنا قال أنا كنت بتكلم وبقول مين سرق عربية الفول أنا عارف هو مين عرفت يا حموكشة ولا عرفه ولا عمري شفته أصلا يا خالو كورومبو كورومبو أيوة كورومبو كورومبو مين اللي بينادي أوه بص دي يا خالو ودي كمان ودي كمان أها إياه هو ده وبنخط حموكشة بيفن في اختراعات وحاجات بتجن وبنخط حموكشة بيفن في اختراعات وحاجات بتجن وسكرتير ترغي يا راي لوك 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 وبتتكلم ما بتفصلش اسمها توك توك وسكرتير ترغي يا راي لوك 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 وبتتكلم ما بتفصلش اسمها توك توك حياته مغامرات وقضايا وفي كل يوم هتشوفوا حكاية في حياته مغامرات وقضايا وفي كل يوم هتشوفوا حكاية عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها عنده ذكاء وسرعة بديهة وفي لحظة يعرف اللي فيها كورومبو كورومبو هوبا بقى كورومبو كورومبو هوبا بقى هو ده